على عايز اخرج حضرتك من الحته ديت عشان كمان اللي يهمنا كمان رؤيه حضرتك الفنيه وده مهم جدا رؤيه حضرتك الفنيه للمباراه بكره على مستوى على مستوى المدرب اللي بقى له ايام بس على مستوى كمان الفريق انت شايف فريق المريخ ازاي في ظل الظروف الحاليه بص اي 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 على مستوى النواحي الفنيه الفوارق كبيره الفوارق خلينا نسميها في عرف الرياضه احسن ملحوظه يعني مش مش في تقارب كده زي ما بنتكلم كتير قوي ما كنا بنتكلم انا وانت عن مباريات متقاربه صحيح. زي نهائي افريقيا فبتقعد تحلل الدقائق الصغيره, الصغيرة قوي عشان تشوف ده اكتر من ده بقد ايه لا الفوارق الفنيه ملحوظه لصالح النادي الاهلي الخبرات بتاعه اللعيبه الكواليتي بتاع اللعيبه اللي في الاهلي غير خالص اللعيبه اللي في المريخ فاذا هنا في فوارق اوليه في النواحي الفنيه. نمره اتنين بقى فريق المريخ السوداني يعتبر الفرق اللي في مجموعه الاهلي كلها دربيات في بلادها. يعني 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 بنتكلم على دربيات مع نادي اخر زي الاهلي والزمالك كده عندنا. آه. يعني المريخ والهلال بالزبط. تلاقي فيتا ومازيمبي تلاقي سيمبا وبتاع ده اسمه ايه ده؟ في ديربي يعني اه يعني اه كلها, كلها ديربيات فالمريخ والهلال دول ديربي وده بيع حتى الان النهارده كده المريخ لاعب مباراه اكتر من الهلال السوداني في الدوري متصدر الدوري يعني. متصدر 19 نقطه والهلال 18 يعني لو الهلال فاز يتصدر هو الدوري لو اتعادل يتساوي متشابه بالاهلي والزمالك دلوقتي حتى في الدوري بالظبط العمليه قريبه قوي اللي المريخ بيلعب بطريقه 4 4 2 براسين حربه ثابتين راسين حربه واربعه في نص الملعب ولكن فرقه المريخ الميزه اللي عندها ان عندهم لعيبه النواحي البدنيه عندهم كويسه وكونهم هيلعبوا اربعه في نص الملعب ده معناه ان انت محتاج انك تامن نص ملعبك بالدفاع بتاعك الكومباكت الراس على ملعبك اه صحيح لكن مش مش المفترض انك تسمح بان هم يستغلوا تواجد اربعه في نص الملعب وبيلعبوا على فكره كتير جدا لما بيسقطوا الاثنين الاطراف بيلعبوا هقول لك طبعا الطريقه بيلعبوا بيها ازاي فهم بيلعبوا 4 4 2 يبقى بدايه الرباعي النص الملعب ده هو دي المنطقه اللي لازم موسيماني يفكر كويس قوي انه اكيد هيلعب بطريقته العاديه بقى يرجع تاني 4 -3 2 3, -2 -3 -2 1 بس ازاي 4 2 3 -2 1 دي تقفل بيها كل الثغرات زي ما عملت انت بنجاح في مباريات كأس العالم الأندية أو حتى في الدوري قبلها طيب. كانت في مشاكل ابتدت المشاكل تقل شوية شوية سواء في المساحات أو أو في حتى يمكن يعني آخر مرة ظهرت كانت ماتش المقاولين إن أنت في مساحات وبيجي فيك هجمات مرتدة و... وكلام واتصلحت في الشوط الثاني بشكل كبير واتصلحت وأه بالظبط ف... ف... إيه؟ جيسك ميدراج اللي هو المدير الفني الجديد ده هذا المدير الفني عنده خبرات ده جه هنا في الاسماعيلي على فكره وراح نادي الاتفاق السعودي وهو راح انديه كتير متوسطه لكن ميدراج فكره دايما في تامين الدفاع يعني دايما هذا المدير الفني خبراته او فكره ان ازاي انا امن نفسي ولو قدرت اجيب جول اجيب بالظبط فهو عشان كده انت اللي متخيلينه ان اولا ازاي موسيماني هيعرف انه يسيطر على منطقه نص الملعب لو بيلعب باتنين بان بقى التلاته اللي تحت راس الحرب هيقوم بالاطراف دول بدور دفاعي قدام الاتنين الباكين ويقفلوا المساحات وكلام من ده ما يديش فرصه لفريق المريخ إنه هو ينظم الهجمه المرتده عدا ذلك مفيش مشكلة مفيش مشكلة. أه. مشكلة المريخ في رأس الحربة اللي هو بكر المدينة ده, ده طبعا من اللعيبة أصحاب الخبرات اللي هو بتسمعوا كده ولعب منتخب سودان وكلام من بكر المدينة هو اللعيب اللي أنت تخاف منه مميز في الكرات العرضية ومميز بدنياً ومميز في ضربات الرأس وهو هداف بيلعب جنبه ضياء محجوب وبيلعبوا في نص الملعب بقى بالرباعي مصعب و... وعماد محمد وامير كمال وسيف الدين بخيت دول اربعه بيلعبوا في نص الملعب فانت لو سيطرت على منطقه نص الملعب وراقبت لعيب اللي هو اللي مكمل الخطوره بتاعهم باكر المدينه يبقى تقريبا يعني أ... 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 وقفت 60 70% من الخطورة نيجي بقى الخط الظهر هو دايما في الفرق السودانيه حتى الهلال لما كان بيكسب الاهلي وتلاقي فرقة الهلال فرقه جبارة مشاكلهم, تلاقي مشاكلهم مشاكلهم في, مشاكل في الدفاع بتاع. هو كان اخر بطوله دي واحد من الماتشات العقبات كان انك بتلعب الهلال في اخر جوله في دوري المجموعات السنه اللي فاتت طيب. وعايز ما تخسرش كونك ما تخسرش قدام الهلال في الجمهور ده اللي حدف طوب ونزل وبتاع وقلب هدير الدنيا صعبه جدا موضوع صعب جدا كان موضوع صعب. لكن انت عملت ايه؟ عملت ما يجب عمله في مثل هذه المباريات أفش كورتك جول فرحت حطيتهم بدل ما هم حاطينك تحت ضغط إن أي جول هيفرق معاك وإن أنت ممكن تطلع من البطولة، لا ده أنت اللي بقيت متقدم، حتى لما تعادله فأنت كنت خلاص ركبت المباراة. صحيح. فده نفس الكلام، فريق المريخ عنده مشكلة في خط ظهره، وبالذات قلبي الدفاع أحمد آدم وأحمد محمد دول الاتنين قليلين، قليلين طبعًا في السرعات برضه قدام لعيب النادي الأهلي، سواء أي لعيب بقى هيلعب تحت راس الحربة، قليلين حتى في الرقابة، قليلين في التمركز. حاجات دول يبين لك اي دفاع لو دفاع مش بيتمركز صح يبقى خلاص هي صحيح اي نعم. لعيب مميز هيسرقه في الحتة ممكن الكفرينج عندهم مشكله عندنا مشكله شويه لو الكره اتلعبت من وراهم ما عندهمش السرعات الكافيه